السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز بيت الحكمة للأبحاث والتطبيقات والتطوير بالتعاون مع المدرسة العربية للترجمة أن نقدم لكم هذه المحاضرة المهمة عن الكتابة الأكاديمية في اللغة الإنجليزية English Academic Writing مع المحاضرة المتميزة الدكتورة رشا يوسف. الدكتورة رشا تعمل مدرس لغة بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية ومحاضرة في عدد من الجامعات المصرية ومحاضر الأدب الأمريكي بالجامعة الأمريكية ومدير مشروع القطاع الصعيد في نيو هورايزن مصر. قامت بتدريب أكثر من 15,000 طالب وخريج على مهارات اللغة والآيلتس والمهارات الشخصية سوفت سكيلز في صعيد مصر. عملت في مجال تدريس اللغة لأكثر من 17 عام مع كبرى مراكز التدريب العالمية مثل معهد كارنيجي ومدرب دولي في اختبار اللغة الإنجليزية لمتخصصي الرعاية الصحية OET. ده كان تعريف سريع بدكتور رشا يوسف. دكتور رشا معاك المايك، نقدر نبدأ، تفضلي. أنا مبسوطة جدا صراحة إن أنا موجودة مع حضراتكم النهاردة، ومبسوطة إن أنا موجودة مع المدرسة العربية للترجمة ومع بيت الحكمة طبعا، ويا رب تكون المحاضرة خفيفة وجميلة ولذيذة كده على الطلبة وعلى كل الناس اللي موجودة معانا النهاردة إن شاء الله. طيب، إحنا هنتكلم في إيه أو ليه النهاردة تحديدا، أو ليه الأكاديميك رايتنجز؟ هنشوف. لو أنا سألت سؤال مثلا وقلت Why academic writing in English? Can any one of you answer this question? Why academic writings? Why you study academic writings? Or what are the importance of academic writings? Okay, academic writings, or the definition of academic writings, is any writings done to fulfill a requirement of a college or university. أو بمعنى هو أي كتابات بتطلب مننا سواء كنا في الجامعة أو سواء في الـ post graduates للحصول على درجة علمية أو للحصول على يعني تقدير أو الحصول على ترقيات. طب مين اللي بيقوم بالأكاديميك رايتنج دول، أو مين اللي بيكتب الأكاديميك رايتنج دول؟ طبعا زي ما احنا شايفين بيقول لي students, professors, or researchers in every discipline use academic writings to convey ideas or to make arguments or to engage in scholarly conversation. So academic writings is a paper which is done to fulfill a requirement of a college. Okay? How can we write academic writings? أو احنا بنكتبها بناء على ايه؟ Academic writings is based only on facts and data. يعني مش هينفع أألفها أو دي هي مبنية على حقائق ومعلومات ثابتة. Research, not opinion. I should do a research, not to give my opinion. وهنشوف ده بعدين. ال academic writings or academic paper should sound formal. Use academic vocabulary, academic formal words. And it draws on and therefore reference. We should give a reference or a citation at the end of our research paper. Okay, next one. What are the examples or what are types of academic writings? We have so many examples and types about academic writings. The first one will be literary analysis. What is literary analysis? Literary analysis, it examines and evaluates or make an argument about a literary work. بمعنى بجيب عمل أدبي وبعمل له examination or تقييم أو بناقش نقطة معينة في العمل الأدبي ده. It requires careful, close readings of one of multiple texts and often focuses on a specific characteristic, theme, poem, or play. طب احنا عارفين طلبة الجامعة عندنا سواء اللي بيدرس novel, بيدرس poetry, بيدرس drama، بيبقى مطلوب منهم novel معينة أو مسرحية معينة، وبيعمل للمسرحية دي criticism أو بننتقد جزء منها. Next one of the research paper will be a research paper.
The first type, as I said before, that the first type of academic writing will be a literary work. أول نوع هو العمل الأدبي اللي أنا بنتقده أو باخد نقطة معينة فيه وبقول هو إيه المطلوب مني في النقطة المعينة دي، سواء نوفل أو دراما أو بوتري أو أي فرع من فروع الأدب. طيب next one research paper، ويمكن دي شوية related to scientific faculty، خاصة بالكليات العلمية، وده بحث علمي بينشر، يعني بضيف فيه جديد بمعنى أصح. ال research paper is expanded essay، هي مقالة مطولة شوية، that represented or presented your own explanation or evaluation or argument. باخد نقطة معينة في حاجة معينة، like COVID-19 by the way، زي ما احنا كنا بيعملوا أبحاث على فيروس كورونا، وكانوا بيعملوا عليه أبحاث عشان يلاقوا حل or vaccines للديزيز ده. فدي research paper. Writing a research paper involves surveying a field of study. يعني بيعمل survey لكل الأبحاث اللي تمت قبل كده عشان يوصل هو لنقطة جديدة في الموضوع ده. Next type of academic writings, dissertation. Dissertation related to whether it will be a master degree or a PhD degree. ال dissertation بتبقى عبارة عن رسالة طالب الدراسات العليا بيعملها، سواء كانت ماستر، الماجستير أو الدكتوراه. يمكن في الماجستير مش بنبقى بنضيف حاجة جديدة قوي، بس الدكتوراه لازم يكون فيها innovation، لازم يكون فيها ابتكار، أو لازم يكون نقطة محدش وصل لها قبل كده. So we have three types of academic writings. Okay, next slide. Types of academic writings. هما كانوا ثلاث أنواع. طب هو إيه نوع العمل نفسه؟ We have first one, descriptive academic writings. It may be a literary descriptive. Literary descriptive. Descriptive means to describe an object, places, persons, emotions, experience, situation, and so on. You are asked to analyze something and paint pictures in words. أنا قدامي حاجة بعمل لها وصف تفصيلي، whether it will be place, person, emotion. بعمل لها وصف كأني برسم لوحة portray for the reader in order to understand this topic. Next one or the second one, persuasive or argument. And this type is the most common genres of academic writings. احنا لما بنعمل رسالة او بنعمل paper او اللي بيطلب منا في الجامعة او بيطلب منا في البوست جرادويتس او في الابحاث بيبقى persuasive او argumentative. بوصل بيبقى فيه موضوع للنقاش وفي اخر الموضوع بوصل للنقطة اللي انا عايزة اوصلها للقارئ. أو أوصلها للشخص اللي هيقيم الـ research paper بتاعتي. It requires you، مطلوب مني إيه في الـ persuasive academic writings دي؟ It requires to investigate a topic from your own opinion and to generate evidence in support of those opinions and convince the readers that you are making a valid point. أنا باخد نقطة معينة وبفضل ماشي معاها with whether with statistics or facts or literary criticism and to give the reader your opinion at the last to convince the reader that you make a valid point. انت وصلت للنقطة بتاعتك. This is the second type. The third one will be expository, and expository means explanations, but it will be similar to persuasive style, but it's usually shorter in them. Yeah, but expository like persuasive style, لكن persuasive بتبقى أطول شوية. أطول لأن دي بقول فيها رأيي. Expository أنا بحاول أقنع فيها القارئ بس بطريقة أبسط شوية، مش باخد فيها all the elements or all the factors. Number four. Narrative, the last one will be narrative, and narrative requires you to tell a story about a personal experience or a real life situation. نعيد تاني بس examples of academic writings. To review examples of academic writings, example here we have three examples of academic writings, literary analysis, research paper, and dissertation. The next slide, we have four types of academic next
We have four types of academic writings. We have descriptive, persuasive, expository, and narrative. Narrative, yes, the last one. And each academic writings has features, by the way. أي research paper أو أي مقالة بتتكتب لازم يكون ليها skills, يكون ليها features, يكون ليها traits, يكون ليها characteristics. إيه هي ملامح البحث العلمي عامة أو الورقة العلمية اللي بتقدم؟ As for me, the first skills to be, it should be, you should be a good researcher. أهم نقطة في كل حاجة في الأكاديميك رايتنجز لازم يكون الباحث عنده مهارات البحث العلمي الصح. إزاي؟ It's necessary to know how to find information. ما هو أنا مطلوب مني نقطة معينة يا جماعة. أعرف إزاي أوصل للنقطة المعينة دي. هل هجيبها from one place or one point or one person؟ لا. نعرف ندور في المواقع إزاي. And stick to your point. لازم أحدد النقطة المعينة بتاعتي اللي أنا هسأل عليها. إزاي برضو هنعرف use what is available from online database. هل في مواقع ينفع استخدمها أونلاين عشان تساعدني في الأكاديميك رايتنجز دي؟ آه في. Know how to focus on only your points. ده اللي احنا قلناه. اعرف ازاي تحدد النقطة بتاعتك تحديدا. لو انا هتكلم على نوفل مثلا مش هاخد الكاركتر بس. مش هاخد البلوت بس. مش هاخد الثيم بس. لو انا بتكلم في البوتري هشوف الثيم بتاع البوتري ده او ايه النقطة. ويمكن دي نصيحة شوية لأي حد من الطلبة الصغيرين بتوعنا او الخريجين اللي مش عارف يعمل بحث علمي. دور على نقطة ما حدش خدها قبل كده. يعني ما تاخدش الحاجة السهلة بس في نفس الوقت be sure that there is a reference or book for this point. يعني ممكن ما يكونش فيه كتب اتعملت على ده قبل ما اختار النقطة المعينة. طب انا هختار نقطة معينة في الكتاب الفلاني هتكلم عنها. be sure that there is a reference or book for this point. ولو قدرت توصل. انا بتكلم في مجال الترجمه او في مجال الليتريتشر از ا جنرال. لو قدرت توصل للكاتب او لو قدرت توصل للاوثر بتاع الكتاب اللي انت بتاخده دي هتبقى نقطه تحسب لصالحك جدا 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 في الاكاديميك رايتنجز. وخصوصا لو انت حطيته ريفرنس وقدرت تعمل معاه ايميلز او يبقى في كونتاكت بينك وبينه. فاول ميزه هي زي ما احنا قلنا طبعا الريسيرش سكيلز. اوكي زي ما انتم شايفين الريسيرش جيرني بتاعتنا بتبقى عباره عن choose your research topic. في الاول خالص انا لازم اختار البحث بدقه كامله. carry out literature review وده اللي احنا هنتكلم عليه بعد شويه. لازم اعمل review of literature اشوف مين اتكلم في النقطه دي قبل كده. refine and structure your question. why your question here. انا مش بكتب question في الاكاديميك رايتنجز ولا research paper. But I should ask myself some questions in order to answer them and to write a good draft first. أنا هكتب draft في الأول. هكتب تلخيص اللي أنا هعمله. Evaluate your sources or your resources. أنا جبت في بعض المواقع بتبقى يعني untrusted زي الويكيبيديا. إحنا لا نعتد بالويكيبيديا في الرسائل العلمية. يعني لو تاخد حاجة من الويكيبيديا لا ما بتنفعش يعني ما بنحطهاش. مش عشان هم وحشين بس هم الجامعات بترفض ده بصراحه يعني. Dismiss your findings يعني هنشوف النتائج اللي احنا وصلنا لها. هل زي ما انا كنت عايز في الاول ولا في حاجات ثانيه؟ Reach conclusion and make recommendations. خلاص احنا وصلنا للفايندنجز النتائج المطلوبه مننا هيبقى في conclusion للبحث كله. Examine research findings لازم اشوف النتائج دي. هل هي اللي انا كنت كاتبها في الانترودكشن ولا لا؟ Choose your methodology الطريقه اللي انا هختار بيها الريسيرش بيبر وهتيجي بعد شويه اللي هو نوع اصلا الاستدي. What is the type of the study؟ انت واخد انهي منهج؟ هل هو الكريتيكال؟ هل هو السوشيو لينجوستكس؟ هل انهي نوع من انواع المنهج انت متبعه في التحليل في النقطه انت بتتكلم فيها؟ زي ما حضراتكم شايفين دول top trusted and free search engine for scientific and academic research. دول أكتر مواقع هي trusted
وطبعا احنا بيتاخد بيهم طبعا في لما اكون بدور على حاجه معينه في ريسيرش بيبر. The first one will be Google Scholar. ناس كتير ما تعرفش ان جوجل بيفتح البوك نفسهم، البوك نفسه لو انا عندي بدور على كتاب معين، زي مثلا انا هاخد اسم كاتب معين او اسم عالم او بس يكون انا ببقى عارف الكتب اللي كتبها عباره عن ايه. في كتب ما بتفتحش عن طريق امازون وبتفتح بفلوس، جوجل بيفتح الكتاب as a review و for free. فجوجل سكولر او جنب كلمه جوجل في السيرش هنكتب جوجل بوك، هيفتح الكتاب وهيفتح لي كل حاجه انا عايزها. وما ننساش بعد ما ناخد الحاجه او اللاين او الكوتيشن او اي حاجه هاخدها من الكتاب، اروح للكفر بوك بتاع الكتاب واعمل واخد السيتيشن بتاعه، لان ده مهم جدا. وذرز اسم الكاتب والمكان، الكلام ده هنعرفه برضو تاني ورا. يعني الباقي دي باقي السايتس اللي موجوده عندنا زي ما هم موجودين كده عند حضراتكم. وعندنا اخر واحد Library of Congress، وده طبعا بيفتح كل الكتب او المراجع. انا يهمني السايت رقم 8 ProQuest. ProQuest ده رقم 8، نمبر 8 ProQuest. yes that's it. ProQuest this is the most important site for academic writings and academic research. ProQuest هو موقع الرسائل العلمية والكتابات والجورنالز وكل حاجة، سواء كانت scientific literature، كل ما ليه علاقة بالرسائل والأبحاث، وكل حاجة بتتحط على ProQuest. مشكلة بس ProQuest إن هو بيفتح بيوزر نيم وباسورد. للناس اللي ما عندهمش يوزر نيم وباسورد، روح الجامعة بتاعتك والجامعة عاملة أكاونت على ProQuest، ولما بتعرف ان انتوا مسجلين او في ريسيرش بيبر او في اي حاجه من دي، بتعمل لكم انتوا اكونت على البروكويست. اي واحد بيسجل ماستر او بيسجل بي اتش دي قبل ما يدخل يقول انا هعمل في الموضوع ده، لازم يدخل على البروكويست ويشوف هل الموضوع بتاعك اتعمل قبل كده ولا لا. لو هو بس فيه مجرد اسم للكاتب او فيه anything related to your topic، الموقع ده هيقول لك وهيجيب لك كل الرسائل اللي اتعملت قبل كده عن الموضوع بتاعك. فهتحاول انت تغير whether for the title or the content، او هتحاول تغير عامة يعني. فريكوست من اهم المواقع اللي بتتكلم على الرسائل او الاكاديميك ريسيرش انجن. اوكي نكست وان. طبعا دي اشكال المواقع زي ما حضراتكم شايفينها، وطبعا بروكوست شكله واضح زي ما هو باين قدامكم. اوكي طيب نكمل الفيتشرز اوف اكاديميك رايتنجز. احنا قلنا the first one will be a research skill. Each researcher should have a research skill. The next one or the second one will be complexity. What does it mean? Language in the research paper or research academic or academic writings is relatively more complex and has longer words with a more varied vocabulary and grammatical complexity. يعني بمعنى ايه؟ البحث العلمي او الاكاديميك رايتنجز عامه او ريسيرش بيبر او اي حاجه من دي، ايفن حتى لطلبه الجامعه اللي لسه في اولى وثانيه وثالثه ورابعه اللي عايزين يجيبوا تقديرات او عايزين يبقى الجي بي اي بتاعهم عالي، ما هو انا هعمل ايه؟ المفروض اول حاجه ان الريسيرش بيبر ده الكلمات بتاعته نفسها لانجوج كومبلكس. انا بجيب مش هجيب كلمات سهله، وده هيتشرح ورا برضو. هستخدم في الفوكاب another meaning of the word، بجيب الكلمه بالكلمه مش الاصعب في المعنى، بس هي تكون not familiar. هو يقصد بcomplexity not familiar. الجراماتيكال برضو المفروض ان انا عندي في types of grammar عندي simple sentence، compound sentences، complex sentence، compound complex sentences. even في الامتحانات زي الايلتس وزي التوفل، احنا عندنا جزء كبير منه اسمه writing section. في writing section ده في الامتحانات اللي زي دي، the more you use compound complex sentences the more you will get higher marks. كل ما زاد استخدامي للجمل المعقده، كل ما زاد ان انا بجيب سكور اعلى في الحاجات زي الايلتس والتوفل الامتحانات الدوليه.
نفس الفكره بالنسبه للاكاديميك رايتنجز، كل ما زاد استخدام الكومباوند والكومبلكس سنتنس، ده هي دي لغه البحث العلمي. يبقى ذا فيرست وان كومبلكستي، ما ينفعش اكتب جمل بسيطه جدا اللي هو فعل وفاعل ومفعول بيه. نيكست وان فورماليتي. سوري ممكن اسال سؤال؟ انا معاكي، سامعاكي، اسالي. طيب اتفضلي يا استاذه ديما، ولو في اسئله تانية هنخليها نهايه المحاضره. فسؤالك لا بس ده، هي كانت بتقول انه المفروض نستخدم جمل معقده وكلمات بس ده مش هيوقعني مثلا اخطاء اغلاط اثناء الكتابه. يعني انا لو معايا المينينج اوريدي وعارفه الفيدباك، بس مثلا لو بكتب رساله ادبيه او حاجه مش هيفضل لي كده غير انه انا اعمل سيرش على الاوثر. فلو استخدمت كلمات معقدة أو جمل معقدة ومركبة كده أنا أو هوقع بأغلاط يعني في الصياغة، وهوقع بأغلاط بالسبيلينج، وأوقع بأغلاط كثيرة. يعني ده مش هيأثر؟ ديما انت هترجعي تاني، انت مش هتاخدي نفس كلمات الكاتب، هتعملي بارافريز لكلامه. اوكي انت معايا، هتعملي بارافريز للجمل. انت بتتكلمي طبعا على عمل ادبي، مظبوط؟ طيب احنا بنعمل بارافريز للعمل الادبي ده. انا مش بستخدم الكلمه، يعني ممكن كذا كلمه، يعني زي مثلا as an example انا عندي كلمه painful. painful means something very painful، يعني حاجه مؤلمه جدا. لما باجي اكتب سواء كان مثلا في الرسائل او في الايلتس او في حاجات زي كده، مش بنستخدم كلمه very painful كتير. فمكان كلمه very painful دي بستخدم حاجه اسمها excruciating، كلمة سينونيم للكلمة بس مش معقدة قوي، مش حاجة مش معروفة. قصدي يا ديما فهماني، يعني بنجيب الكلمة معنى تاني not familiar. وصل لك اللي أنا بقوله؟ أنت بعد ما بتخلصي الفيرست درافت بتاعك بتعملي إيه؟ الدرافت بتعملي إيه؟ بتعملي، إحنا هنشوف نتكلم على البلاجيرازم بعد شوية. في مواقع بتدخلي ليها بيصحح لك لو في كلمة أنت كاتباها غلط. ما هو الفيرست درافت مش هتساعدك ان انت تجيبي كل حاجه صحيحه. على فكره احنا واحنا بنكتب سواء كان عمل ادبي او رساله ممكن ننقل زي ما بننقل على طول كده، يعني خدت جزء من كلام الكاتب وبعد كده لما اقراه الفيرست ريد غير السكند ريد. يا ديم انا بقصد بالكمبلكس مش هتبقى كلمات معقده قوي، مش كلمات مش معروفه، مش كلمات محدش يعرفها، بس ممكن كلمات اعلى من مستوى الطالب. وصل لك اللي انا اقصده؟ كمل. طيب نكمل وهنفتح باب الاسئله التوكي في الاخر. طيب الفورماليتي، الاكاديميك رايتنج از ريلاتيفلي فورمال. It doesn't include a slang expression that we consider natural in daily dialogues and we have with friends or colleagues. ممنوع استخدام اي حاجه colloquial، ولا استخدام السلانج، ولا استخدام لغه شارع، ولا استخدام، يعني الانجليش ما ينفعش وانا بتكلم في لغه علميه اقول وانا اقول جنا اقول اباف بورد. ممنوع استخدام الحاجات اللي زي كده بما فيهم الفريزال فيربس. ممنوع استخدام الكلمات الغير متداوله. لازم تبقى اللغه فورمال، ما ينفعش ايفن حتى الاختصارات غير مسموح بيها في الاكاديميك رايتنجز. نمبر 3 بريسجن، البريسجن او الاختصار او ما قل ودل بمعنى اصح، بيقول لي او تكون وجيزه او دقيقه. academic writings is precise، لازم تكون دقيقه جدا. انا مش جايبه حاجه من عندي، ما بقولش رايي، بتبقى factual information، هي معلومات حقيقيه. figures of or charts بيبقى فيها، لو هي حاجات علميه بيبقى فيها خرايط او فيجرز او احصائيات او حاجات زي كده. فيجرز اور تشارت بيقولي should all be provided and nothing written there should leave room to interpretation، يعني ما فيش مجال للترجمه لاي حد. لازم انا بتكلم دلوقتي عن حاجه علميه، لو انا هتكلم على عمل ادبي سواء كان نوفل او كان بوتري، لا انا بقول نقد او اراء النقاد اللي قالوا كده وبقول رأيي أنا في الآخر، لأن ده عمل أدبي فمتاح لي. أنت بتوصل لنقطة معينة في النقد على العمل ده، أنا واخد حاجة من وجهة نظري. الماستر، وأنا هكرر تاني، الماجستير بالنسبة لطلاب الكليات الآداب أو إن جنرال والترجمة والكلام ده، إحنا بنجمع آراء الناس وبوصل لنقطة معينة. في البي اتش دي لازم أنت بتبقى الكريتيكال. أنا بشوف الناس قالت إيه
بس انا بوصل لنقطه معينه، استنتاج معين انا بوصل له. فلازم تكون زي ما احنا قلنا الكومبلكستي الفورماليتي والبريسيرج. نيكست سلايد. اكيورسي طبعا. In accurate use of vocabulary. اهو رد عليك يا ديما هنا، بيقول لي accurate use of vocabulary is a must in a text that wants to be academic. Extra attention should be paid when using words with specific meanings. في كلمات بتدي معاني تانية، يعني ممكن استخدم كلمة يكون ليها معنى تاني خالص غير اللي انا اقصده. فهنا بيقول accurate to be accurate، شوف الكلمة معناها ايه. وده هيخلينا نرجع للديكشنري باي ذا واي، يعني ما فيش حد كبير على العلم، يعني ما حدش يقول اه اصل الكلمة دي انا شفتها وانا في الجامعه او شفتها عارف معناها. لا على فكره ممكن يكون ليها another meanings. هنرجع للديكشنري ونشوف هو معناها ايه. We should use by the way English dictionary. خلاص احنا كبرنا فهنستخدم English dictionaries. طب ايه هي الديكشناريز اللي ممكن تساعدني على حاجه زي كده؟ احنا عندنا طبعا اللونج مان whether British or American، وعندنا كولينز طبعا بيجيب لي ال words with a definition in English. هو بيجيب الكلمة ومعاها كمان الـ examples بتاعها. طيب. Next one objectivity. بيقول لي writings or written language is in general objective rather than personal. أنا مش بتكلم عن حاجة شخصية بتاعتي، لا لازم أكون objective وأنا بكتب. يعني لا أنا مع الكاتب ولا أنا مع الفريق المعارض، أنا بقول رأيي في الآخر بس أنا مش مع حد. It has fewer words that refer to the writers or the reader. The main emphasis, the main emphasis, لازم أعمل assurance أو بأكد should be on the information that you want to give and the arguments you want to make rather than the writers getting involved in personal manner. يعني أنا بتكلم في نقطة الـ information، في الـ argument، في النقطة نفسها، ماليش دعوة يعني هو بيتكلم عن إيه؟ هل الكلام ده او هل النوفل اللي هو كتبها دي كان ليها باك جراوند بالنسبه له، هل دي سيره شخصيه ليه. ده لو انا باخد الاوتوبايوجرافي للكاتب نفسه، لو انا واخد ان هي كده. لو انا مش واخد النقطه دي يبقى خلاص انا بتكلم ان اوبجكتيف، ماليش دعوه، مش بتبقى بيرسونال خالص. اوكي نيكست وان. Okay, responsibility. Responsibility means academic writing should be treated with responsibility. ده بحث علمي يا جماعة مش هزار. Everything stated should be accompanied by proofs and justification. لو أنا طبعا الكليات العلمية هي أكثر مسؤولية عن الكليات الأدبية. ده بحث علمي ولو هو research paper as a scientific research paper it should everything should accompanied by proofs and justification. كل كلمة أنا بكتبها في الـ research paper scientific research paper لازم يكون ليها دليل. بالنسبة للكليات الأدبية طبعا هو مفيش no assumption، مفيش أي افتراضات، لكن بالنسبة لنا إحنا بنجيب العمل الأدبي أو بناخد نقطة معينة بنتكلم فيها زي ما أنا قلت لحضراتكم قبل كده، نقطة معينة بعمل عليها research كويس عشان to be specialized او to be unique او ابقى مختلف عن باقي الناس. اشوف النقطة دي ناقصة فين، الكاتب ايه المشكلة اللي عنده، او الكاتب الناس تناولته من انهي منظور، واخد حاجة غيرها، اخد حاجة غيرها. بس في نفس الوقت to be sure that there is a resources on this point، لازم تتأكد ان في كتب اتكتبت عن الموضوع ده، والا بعد ما تكتب وتبدأ في بداية البحث العلمي بتاعك بتلاقي اني مفيش مراجع. طب مفيش مراجع هتضطر تعمل كل حاجه لوحدك ومش هتلاقي حاجه تكمل بيها الرساله. فالريسبونسبيلتي مهمه جدا. طبعا بيقول لي sources should also be mentioned. لازم تكون اي حاجه بتكتبها تذكر ان انت خدتها منين في نهايه الاكاديميك بيبر بتاعك. Explicitness الوضوح بمعنى صح. بيقول لي the author of an academic writings is responsible for make it explicit. ما انا هكتب حاجه المفروض ما تبقاش غامضه، ما يبقاش فيها ambiguous، ما تبقاش هي نفسها ambiguous. And for making it clear how different parts of the text are connected between them
and why are they relevant for the central theme. يعني وانا الparagraph each paragraph should related to each other. احنا دايما بنقول للطلبه سواء كان في الايلتس او في الاكاديميك ريسيرش عامه الparagraph بيسلم نفسه للparagraph الثاني. فاهمين النقطه ازاي؟ طب اكتب الكلام ده ازاي او اعمل كده ازاي عشان تقدر تكتب، لان انتوا لما تيجي تكتبوا هتلاقوا ان الدماغ فضيت صراحه، يعني انا مش لاقي حاجه اكتبها. اسال نفسك في نهايه كل جمله كلمه why، ليه انت قفلت الباراجراف بجمله؟ اسال في الجمله الثانيه ليه، ونفس الكلام ينطبق على الاساي كلها. انا خلصت الباراجراف، الباراجراف الاولاني هيدي only one idea، الباراجراف الثاني should also continue whether the first idea or to give examples for the first idea. انا جبت فكره معينه، الباراجراف الثاني لازم يدي examples على الايدياز دي مثلا. ولازم كله يكون واضح زي ما انا قلت لكم. طب ده بيتعمل ازاي؟ نفس الفكره، بيقول لي there are certain words that can be used in order to emphasize this connection and they call the transitional words. المفروض ان احنا نستخدم الترانزيشنال ووردز كويس جدا، واكيد انتوا عارفين الترانزيشنال ووردز طبعا. الترانزيشنال ووردز اللي عندنا زي السبورتنيتنج كونجنكشن او الفان بويز اللي هم although as soon as while كل ده طبعا. فاستخدام، ولو انتوا برضو كتبتوا يعني كلمه ترانزيشنال ووردز على جوجل هجيب لكم كل الترانزيشنال وورد ازاي اعرف استخدمهم صح، ودي مهمه جدا طبعا. اوكي نيكست وان، اكاديميك رايتنج ستراكشر. الاكاديميك رايتنجز دول ايه اللي هيتكتب فيه؟ ده بالنسبه للبيبر نفسها او رساله كامله. على فكره انا كده بتكلم في رساله كامله. The first thing should be abstract. Abstract. هنكتب الابستراكت دي number one. Introduction should be next one. The importance of the study. ايه أهمية الدراسة دي؟ Methods of the research. لو أنتم فاكرين لما قلنا اللي هي research journey. Method of research. الميثودولوجي بتاعتك هتستخدم أنهي منهج؟ الشابترايزيشن أو البادي بتاع، لو أنا هتكلم في بيبر بقى مش رسالة. الشابترايزيشن هنقسمه بقى chapter 1 2 3 4 and الكونكلوجن and the lasting citation or work cited. دول بنفس الترتيب كده. To begin with abstract. By the way abstract or preface. في بعض الناس او بعض الكتب بتسميها abstract والبعض بيسميها preface. دي مهمه جدا. الابستراكت usually in one paragraph. If I am talking now about a research paper. لو انا بتكلم على ورقة بحثية، انا مش بتكلم في رسالة. لو هي رسالة الابستراكت بتبقى في حوالي صفحتين. الابستراكت usually in one paragraph of 300 words or less. هما 300 كلمة او اقل. طبعا زي ما انا قلت لكم لو هي رسالة بتبقى صفحتين. The overall purpose، انا بكتب abstract ليه؟ of the study and the research problem. انا بعمل overall purpose، انا بكتبها ليه؟ بكتب الرسالة ليه؟ بكتب الريسيرش بيبر ليه؟ هسرد فيها ايه بقى؟ The research problem you investigated. The basic design of the study. يعني ايه basic design of the study؟ بقول طبعا in this abstract or in this thesis، انا بتكلم على رساله. The researcher، انا مش بجيب سيره الشخص نفسه، بقول the researcher الباحث will examine كذا كذا كذا. In chapter 1 he will tackle كذا، بلاش he. هنكتب the research، ما بناخدش ضمايه في البحث. هقول the research will tackle or will examine. By the way we do not repeat words، ما بنكررش كلمات في البحث. يعني لو انا خدت في ال first paragraph the researcher will examine، اللي بعديها اقول the research will tackles. بجيب حاجات مختلفه او كلمه مختلفه عشان ما يبقاش في حاجه اسمها redundancy او اللي هي اسهاب او ردت ولغي رغي ولت كتير بمعنى اصح يعني. يبقى البيزك ديزاين هقول ان تشابتر 1 هياخد كذا او تشابتر 2 ويل ستادي كذا، تشابتر 4 ويل بي ذا كونكلوجن. بقول كل اللي هيجي ذكره في الرساله بس باختصار. هي الابستراكت دي يعني ان بريف باختصار شديد، انا بقول هتشوف ايه زي فهرس الكتاب بمعنى اصح. نمبر 4 major findings or trends found as a result for of your analysis. وده بتيجي في الكونكلوجن تحت الابستراكت. انا كتبت في الابستراكت chapter 1 2 3 4
بعد كده هكتب conclusion. Number five, a brief summary of your interpretation and conclusion. ناس كتير بتتلخبط في النقطة دي، بس أساتذتي الكبار قوي ودي أنا اتعلمتها منهم، إن البريف سامري مش بعمل تلخيص للفصل، أنا بعمل تلخيص للي ذكر في النقطة دي تحديدا. يعني لا مش تلخيص كمان، إيه النتائج اللي أنت وصلت لها في النقطة دي؟ لو أنا زي مثلا واخد كاتب معين والشابتر 1 في أي في النوفل أو في البوتري أو في الدراما، الشابتر 1 بيبقى الكاتب اند الباك جراوند بتاعته، بتكلم هو اتولد فين والكتب بتاعته والباك جراوند والحاجات الخلفيات اللي اثرت عليه، ولو انا واخد نقطه معينه بتكلم فيها في الفصل الاول. الفصل الثاني بيبقى النقطه المعينه، سواء هو مثلا بيتكلم لو احنا خدنا باوتري مثلا اتكلمنا على كاتبه مكسيكيه اسمها انا كاستيلو، هي بتتكلم في حاجه اسمها تشيكانيزما والمكسيكان امريكان وال تشيكانيزما لايك ومينيزم باي ذا واي او لايك فيمينيزم. هي مثلا في كتابتها او في الستوري بتاعها او في النوفل، هي كتبت نوفل كتير، في النوفل بتاعتها بتتكلم على المراه واضطهاد المراه مع الرجل وان هي مش واخده حقوقها والكلام ده، واتكلمت على الفاذر دوتر ريليشن شيب وقارنت بينها وبين الاوديب الكترا. فكل ده لو انا هاخد مثلا النقطه دي، الشايلد كير برضو اتكلمت على الشايلد كير والابورشن للومن، هاخد نقطه معينه واتناولها في الدراسه في فصل واحد، في فصل مثلا زي شابتر 2، في نهايه الشابتر ده انا بقول مش سمري، عشان الناس كلها بتفهم ده غلط، انا مش بكتب في نهايه الشابتر السمري للشابتر كله، انا بكتب الفايندنجز اللي انا توصلت لها في نهايه الشابتر ده بعد ما انا قريت وبعد ما انا عرضت وجهه نظر الناس ووجهه نظري وقلت كذا 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 كذا، هل وصلت للفايندنجز او هل وصلت تو ذا بوينت؟ هو ده اللي بيتكتب في نهايه نمبر 5 اللي هي summary of your interpretation and conclusion. اوكي؟ This is for abstract. The next one. Okay, this is an example of the abstract. زي ما انتم شايفين ده الباراجراف ده، this is only one paragraph زي ما احنا قلنا هو 300 كلمة، وده اللي مكتوب قدامنا. The first one or the first sentences as you saw, you watch it, the first sentences introduces the topic under the study. الجملة زي ما هنا أكيد مش هقراها عشان الكلام كتير، فأول جملة بتقدم بس التوبيك أو هو بيتكلم عن ايه؟ الباراجراف اصلا بيتكلم على ايه؟ نيكست وان، شايفين هم اللي تحت اللي باللون مش عارفه لونه ايه، ده تقريبا لبني ولا حاجه اللي تحتها. These next two sentences explain what previous research has demonstrated. ده اللي احنا بنقول عليه methods، زي اللي هو بيشاور عليه بالماوس اهو، ده الميثودز او النكست باراجراف. الثالث حاجة الداتا أو الريسيرش أو الأناليتيكال ميثود، هو بيتناول إيه؟ بيتناول الأناليتيكال ميثود أوف ذا ستادي. The last one شايفين الباراجراف الأخير، the major findings from the implication of and the significance of the study. ده الأبستراكت أو طريقة الأبستراكت نفسها، بتختلف في الرسالة زي ما أنا قلت لكم. بتبقى هتكلم في الاول على هقول انا بتناول بالدراسه ايه، بعد كده باخد كل chapter each chapter وهقول هدي introduction عليه، وبعد كده الconclusion and the last thing will be summary for your findings، والابستراكت هي اخر حاجه بتتكتب في الرساله، اخر حاجه بتتكتب في الرساله خالص طبعا، لان انا خلاص بكون خلصت فانا بكتب الابستراكت. introduction. This is the first one. First انا هنا بتكلم في research paper by the way، لكن لو احنا بنتكلم على زي ما انا قلت لحضراتكم على رسالة كاملة، فالintroduction بيبقى فصل كامل، يعني complete chapter. Introduction, first paragraph that the reader reads and should grab the reader's attention. اول حاجة هو الintroduction، وده لازم يشد انتباه القارئ بتاعي. عندنا تكنيك غريبة شوية، مش غريبة على قد ما هي في الريدنج في الامتحان زي الايلتس او التوفل، بنقول للطالب اجاوب ازاي؟ انا بيجيب لي قطعة كبيرة قوي، بيجيب لي قطعة كبيرة زي مثلا 30 سطر ولا 35 سطر، ومطلوب مني ان انا اقرا القطعة دي وافهمها just only
44 سكند، انا بقراها في 45 ثانيه. طب اعمل ايه؟ عندنا تكنيك احنا بنسميه زد، زد حرف الزد، زد تكنيك. هو ده عباره عن ايه؟ بيقول لي اني اقرا اول سطر، اول سطر لغايه ما يقف من كل باراجراف، واقرا اخر سطر من كل باراجراف. ده في التوبيك سنتنس او التوبيك ستيتمنت والكونكلوجن. بمعنى هو هيديك المين ايدياز في التوبيك سنتنس، ده اللي بيتعمل. المين ايدياز should be in the topic paragraph، should be in the introduction. فهمتوا نقصد ايه؟ الانترودكشن هنا بتقدم زي ما هو مكتوب قدامكم. The writer gives some background on the main topic. المين توبيك بتاعتي او الانترودكشن كلها هي الفيرست باراجراف. في الانترودكشن بيقدم لي المين ايدياز، انا هتكلم عن ايه؟ ما انا لازم اعرف، ولا انا هقعد اكتب. احنا نفسنا لما بنقرا كتاب ونقعد، طب ما اجيب من الاخر، ما هو اجيب من الاخر ده، ما هو this is the first impression by the way، هو اول انطباع، يا اختفت يا مش خلاص شكرا مش هكمل. فالانترودكشن بتبقى for only first paragraph and the reader reads and should grab the reader's attention. Explain the academic problem. في الانترودكشن دي it should explain the academic problem and tell the readers what to expect in the rest of the essay. هو الانترودكشن لو ما جذبتش حد مش هيكمل قرايه، مش هيكمل قرايه بمعنى اصح. فالانترودكشن مهم جدا 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 جدا. Next one, the importance of the study. ودي مهمه جدا وفي ناس كتيره بتكسل تكتبها بصراحه. طبعا زي ما انتم شايفين اهو، احنا كاتبين كلمه request بيتكتب فيها نصا كده after checking the ULM او request citation او after checking the online database related to the topic. بالنص بتتكتب كده بالنص، تبقى only one paragraph على فكره في الرساله نفسها. هنقول ان بعد الكاتب ما او الباحث بعد ما عمل تشيكنج او بعد ما تصفح مواقع الاونلاين كلها والداتابيز وسبيشالي البروكويست، هو ما لقاش ان الرساله بتاعته دي موجوده وان الموضوع انيفيتيف وان الموضوع جديد. فمن هنا جت امبورتانس اوف ذا ستادي، جت اهميه الرساله ان انا بعمل حاجه جديده. فنصا كده هي باراجراف واحد بيتكتب وبيتكتب فيه الجمله اللي مكتوبه عند حضراتكم ده. اوكي نيكست وان، الميثودز اوف ذا ريسيرش او الميثودولوجي. هي بنقول عليها ميثودز اوف ذا ريسيرش، لازم ده لما نيجي نعمل رساله لو انت نسيتها، انا باكد عليها تاني، لو انت نسيتها خد بالك المناقش اللي بيناقش حضرتك في الرساله هيسال على دي، هيقول لك هو ايه المنهج المتبع اللي انت مستخدمه في الاكاديميك رايتنج بتاعك، او ليه انت ما ذكرتوش يعني. والمفروض ان الدكتور بتاعك ينبهك للنقطه دي. الميثودز اوف ريسيرش بيقول لي state the type of the research method. لازم تقول انت applied انهي type، ايه النوع ال types of research اللي انت مستخدمه، مستخدم انهي نوع such as، وايه هما كام نوع. طبعا كل واحد بيختلف عن التاني. احنا عندنا الاناليتيكال ده بيبقى كتير في الحاجات الادبيه، السوسيولوجيكال ابروتش. السوسيولوجيكال ده لو انا واخد الكاتب من وجهه نظر المجتمع بتاعه او هو بينقد ايه مثلا، الديسكريبتيف او الاكسبيرمنتال. الاكسبيرمنتال بيبقى الديسكريبتيف طبعا ده تاني واحد اهو بيبقى في الـ في الـ في العلمي والادبي. الاكسبيرمنتال ابروتش او الاكسبيرمنتال ميثود ابروتش ده ريليتد تو ساينتفك فاكولتيز، كليات العلوم والهندسه والطب والصيدله، ده بيبقى المنهج المتبع بتاعهم اكسبيرمنتال، لان هو بيعمل تجارب وعلى التجارب دي بيطلع لي نتائج. فده المنهج المتبع في، واللي ما يعرفش المفروض يعرف، يعني اللي ما يعرفش هو بيتبع انهي منهج المفروض يدور على ده، لان انا اكيد مش قدامي كل الريسيرشز اللي موجوده يعني. نيكست وان عندنا البودي او الشابترز، الشابترايزيشن نفسه هتكلم فيها عن ايه. لو انا بتكلم على اونلي ريسيرش بيبر، على ورقه بحثيه فقط، فانا بتكلم على بودي، والبودي شود كونسيستد اوف 3 paragraph، 3 or 4 paragraph. انا هقسمه لثلاث او اربع paragraphs. لو بتكلم في رساله كامله a thesis هتبقى مش هتقل عن 3 chapter او 4 chapter. هما بيبقوا 4 chapter، يعني chapter واحد بيبقى introduction،
التاني والتالت والرابع ممكن يبقوا تاني وتالت بس، يعني الاول introduction والتاني والتالت والرابع الاخير بيبقى conclusion. دي لو هي ماستر. لو هي بي اتش دي بتبقى introduction واربع chapters، four chapters يعني. البادي بيبقى بيقول لي the main body of the essay هو should be divided into paragraphs each of which begin with a topic sentence. هكرر تاني، احنا عندنا حاجه اسمها topic sentence. التوبيك سنتنس زي ما انا قلت لكم باستخدام الزد تكنيك او التوبيك باراجراف. التوبيك سنتنس هي الجمله الاولانيه اللي انا بقول فيها المين ايديا اوف ذا باراجراف. الباراجراف ده بيتكلم عن ايه؟ ما انا مش ما انا لو قعدت ارغي كتير 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 انا طلعت بره الاكاديميك ريسيرش. التوبيك سنتنس دي باي ذا واي ايتش باراجراف كونسيستد اوف 5 سنتنس اور 6 سنتنس. هو اي باراجراف بيتكلم بيتكون من خمس او ست جمل. الجمله الاولانيه بنقول عليها التوبيك سنتنس او الثيسيس ستيتمنت، هي مكتوبه من تحت بالاحمر. الثيسيس ستيتمنت. الثيسيس ستيتمنت دي هي اللي موجود فيها كل الشرح. يعني انا بقول لك اديك المين ايدياز بتاعتي. السنتنس نمبر 2 3 اند 4 الجمله الثانيه والثالثه والرابعه should be subordinating sentence. هي بتبقى فيها عباره عن ايه؟ فيها problem وفيها examples وفيها solution للproblem. ده بينطبق على الجمله وعلى الباراجراف. يعني لو انا بكتب essay، الاساي بتبقى 5 paragraph. ال first paragraph should be introduction. second, third and fourth paragraph should be supporting paragraph or supporting ideas. هي حاجه هتشرح لي، ما انا خدت بقى ده البادي ده الجسم نفسه. هكتب في first paragraph should be البروبلم، ايه انت هتتناول في ايه المشكله اللي هنا؟ اكزامبلز عليها الباراجراف الثاني السولوشن الحلول للمشكله دي. نفس الكلام بينطبق على الرساله كليات برضو. The last thing will be conclusion. انت قول لي بقى الفايندنجز او النهايه بتاعتك عباره عن ايه؟ الكونكلوجن بيتكلم هنا على conclusion should be one paragraph. لو انا بتكلم على only research paper. لو هي مش ريسيرش بيبر، لو هي رساله ان كونكلوجن بتبقى تشابتر كامل. هو شابتر كامل that simply restates خدوا بالكم the main ideas and arguments. restate a conclusion doesn't introduce new ideas. انا مش بقدم فكره جديده، انا بعمل summary اللي انا اللي جه ذكره قبل كده. في كتير مننا يقول طب انا مش هقرا الكتاب كله، هات السمري. بيقول لي is الكونكلوجن دي عباره عن signal that you have finished your writings and to leave the reader with a clear impression that you have achieved your purpose of the essay. خليكم فاكرين ان اهم حاجه في الرساله سواء رساله او سواء research paper ال first introduction and the last conclusion. وخليكم فاكرين الزد تكنيك اللي انا اتكلمت عنه. انا لما بيبقى عندي قطعه كبيره في الريدنج بيبقى قدامي 30 ثانيه عشان اقراها واجاوب على اسئله كتيره في امتحانات دوليه مهمه جدا محكومه بوقت، مش هقدر اقرا القطعه كلها ولا افهمها. بنقول نستخدم الداد تكنيك. الداد تكنيك اول جمله واخر جمله، اول جمله واخر جمله، وده اللي احنا اتكلمنا عنه وقلنا لها الانترودكشن والكونكلوجن. يبقى دول لازم يتكتبوا بعنايه شديده جدا 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 جدا. اخر حاجه معانا ودي مهمه جدا الورك سايتد. في بعض الناس بتكتبها ورك سايتد وفي بعض الناس بتفضل تكتب كلمه بيبليوجرافي، بس انا برضو بكلمكم من خلال خبره اساتذتي الكبار. البيبليوجرافي انت بتجيب الحاجات اللي انت استخدمتها بس فاهمين ازاي؟ يعني اي كلمه اتكتبت في الرساله هكتب لها كلمة بيبليوجرافي. طيب أنا دلوقتي قريت كتاب فهمت منه حاجة بس ما خدتش منه ولا أي حاجة، كتبت من دماغي، يبقى ده ورك سايتد. عرفت الفرق؟ البيبليوجرافي لو أنا كتبت كلمة، لأن دي بتتسألوا فيها في الرسالة والله، يعني دي بيسأل فيها الدكتور يقول لك مثلا إيه الفرق بين كذا وبين كذا وليه أنت كاتب ورك سايتد، يعني بيبقى متشددين جدا في الحتة دي. البيبليوجرافي لو أنا جبت كتاب زي مثلا باسم دكتور مثلا باسم ويليام شكسبير استخدمته
يبقى ده البيبليوجرافي، وخدت منه كوتيشن مثلا يبقى ده البيبليوجرافي. طب لو انا جبت كتاب زي مثلا لماثيو ارنولد، او جبت كتاب لتي اس اليوت، او جبت اي حد تاني، او اي حد تاني اتكلم في النقطه دي بتاعت ويليام شكسبير، بس انا ما خدتش منه اني كوتيشن، ما خدتش، انا قريته وفهمته وعرفت ان في نقطه هنا، يبقى اكتب ورك ريسايتد. وللامانه العلميه برضو ده بيزود، مش هقول الحصيله اللغويه، سيبنا من الحصيله اللغويه هنا، بس بيزود قيمه الطالب قدام اللجنه، وبيزود قيمه البحث. معنى ان كلمه ورك سايتد وكتب اتكتبت من غير ما يتم ذكرها جوه الريسيرش بيبر، يبقى الباحث مطلع، الباحث عارف يدور على نقطه معينه وعارف يجيبها وقرا كتير، واي حاجه واي نقطه اتكتبت جوه لازم يتعمل لها ورك سايتد. اوكي، plagiarism. What is plagiarism? This is the most important thing. البلاجيريزم ده أسوأ حاجة ممكن تشوفيها أو تشوفوها بمعنى أصح. البلاجيريزم بيقول لي is a form of cheating. Presenting someone else's work or ideas as your own. دي كارثة. إحنا بنعمل إيه؟ بناخد كلام الكاتب سواء كان في الناظل أو سواء بناخد زي مثلا لو أنا عملت كريتيسيزم لكتاب معين أو لنقطة معينة، هروح واخده كلام كلامي زي ما هو كده، واروح مدياه او واحده تاني خدته وكتبته باسمها تحت اسمها. احنا بننسى ان اسلوب الكاتب يختلف عن الاسلوب بتاعنا احنا خالص. تاني حاجه، لما بنيجي نعمل اكاديميك ريسيرش سواء الجامعه او اي مكان، لازم الريسيرش كله بتاعنا بيروح الجامعه. سواء احنا كمان لما بنطلع بننشر بحث بره، بحث بره خارج مصر او في المجلات العلميه اللي بره او المجلات الادبيه، عندنا مشكله كبيره جدا. معظم الريسيرش بيبرز بتتحط على برنامج اسمه اي اوثنتيك. الاي اوثنتيك ده بيقيس نسبه البلاجرز، وده برنامج فظيع بصراحه. بيطلع نسبه رهيبه للبلاجرز، يعني لو انت واخد كلمه من مكان معين بيطلعها، وبترجع البحث بتاعك تاني وبيقول لا في نسبه اقتباس صغيره. فاحنا هنعرف نحل المشكله بتاعت البلاجيريزم دي ازاي، لان هي مشكله كبيره. بيقول لي ان زي ما احنا عرفنا يعني ايه البلاجيريزم، احنا واخدينها من غير اني كوتيشن، انا حاططها زي ما هي كده وعارف دي بتاعتي، ده اسلوبي، لا ده مش بتاعك ومش اسلوبك. هو اي، عشان كده بقول لكم موقع البروكويست جايب كل الرسائل. هو ليه؟ يعني لما نيجي ندور مثلا، طب مش عارفه الرساله بعنوان كذا كذا كذا، هيطلع دي رساله بتاعت رشا اتعملت كذا كذا كذا. طب الرساله دي لا، دي رساله دكتور محمد عناني اتعملت سنه كذا كذا. فالبروكويست بيبقى مطلع كل حاجه. الاي اوثنتيك ده برنامج دولي على مستوى العالم كله، البرنامج مش موجود، مش هتلاقوه على الانترنت، لان البرنامج ريليتد تو يونيفرستي اونلي، موجود في الجامعه بس. بس في عندنا طبعا بلاجيريزم تشيكر على الانترنت، على جوجل برنامج اسمه بلاجيرازم تشيكر، وده برضو حلو جدا، بيطلع لي نسبه الاقتباس كامله، يعني انت واخد منين، سواء كان في، وبيطلع كمان الجرامر الغلط اللي موجود، وبيطلع البانكتشويشن. اوكي، تو افويد بلاجيرازم، طب انا هتجنب ازاي موضوع البلاجيرازم ده؟ اول حاجه بيقول لي تيك نوتس وين ريدنج. عشان كده وانا بقول لكم وانتوا بتدوروا على جوجل في الاول خالص، وبتفتحوا بتدوروا على كتاب او خدتوا نقطه معينه، خد الكوتيشن وخد معاه اسم الكاتب ورقم الصفحه وعنوان الكتاب والبليس اوف ابليكيشن، الكلام ده كله مهم جدا. السايتيشن نفسه، ولازم كل واحد يعرف هو انت هتتبع انهي منهج في البحث العلمي في السايتيشن لما تيجي توثق. في بعض الناس بتستخدم الام ال اي، وده احدث حاجه، الام ال اي احدث حاجه، وفي ناس بتستخدم البي اي، الاثنين موجودين على الانترنت، بس اسالوا مثلا الجامعه عايزه ايه، او بيتابعوا انهي حاجه، او طبعا ده يرجع للجامعه او يرجع للريسيرش بيبر او يرجع للمكان انت هتنشر فيه يعني. فلما اجي اخد الكوتيشن المعين او السنتنس المعينه او الباراجراف المعين، always take notes of where information has come from. تاني، قول المعلومات دي where you read it, who wrote it، قريتها فين، ومين اللي كتبها، والpage number،
رقم الصفحه كان ايه والبليس اوف بابليكيشن، الكتاب ده خد كل ما ليه علاقه بالكتاب، كل حاجه ليها علاقه بالكتاب. طيب ال develop your skills learn how to quote، يعني اخد ايه بالظبط، how to quote how to paraphrase and reference probably، انا خدت حاجه معينه اعمل لها paraphrase ازاي، اعمل لها شرح ازاي. هسهلها عليكم شويه وهقول ان في بعض المواقع بتعمل paraphrase على فكره بس مش هتبقى زيك، فاحنا ممكن نسهلها، هو يعمل البارافريز للجملة بتاعت الكاتب وانت تعمل بارافريز للنقطة اللي هو عمل لها بارافريز عشان تبقى سهلة شوية عليك. طيب آخر حاجة ودي مهمة جدا في plagiarism، protect yourself، never give your work assignment to another student. في البحث العلمي، ودي مش حاجة غلط والله ومش حاجة شريرة مني، ما تثقش في أي حد مهما كان في البحث العلمي تحديدا. ما اقدرش اقول مثلا زي لواحده صاحبتي معلش روحي المكتبه هاتي لي الكتاب الفلاني، انا صاحبتي على فكره وهتجيب لي الكتاب ما عنديش مشكله، بس هي مش هتبقى تعرف ايه اللي في دماغي، مش عارفه النقطه اللي انا عايزه اتكلم عنها هتبقى ايه، انا هختلف عنها في طريقه التفكير في طريقه النطق في طريقه حاجات كتير. لو احنا الاثنين بنشتغل في بحث واحد اتس اوكي okay. لو ابحاث ترقيه او فاحنا بنكمل بعض، هقول لها مثلا انت خدي النقطه دي وانا هاخد النقطه دي، لكن هنا never give your work to another one. انا كان عندي لما كنت بعمل الرساله زمان يمكن من 10 15 سنه كده، الدكتور بتاعي وكنا خلاص بنفنش، يعني الدكتور ما رضيش يدي الرساله وهي خلصانه، كان بقالها خلاص يعني بقالها شهر وتتناقش، الكلام ده من 15 سنه، وتتناقش طالبه تاني هتناقش بعدين بشهرين، طب اشوفها؟ لا ما تشوفهاش، يعني الدكتور ده راجل كبير المهم، يعني ده استاذ متفرغ، إيه لا ما تشوفهاش، كان عميد كليه، لا طب يا دكتور انا بقول له طب ما هي خلصت، قال لي وانا اضمن منين؟ طب ما احنا مسجلين وخلصت وهتتناقش، لا ما اضمنش. فانا اتعلمت النقطه دي منه برضه. ف protect yourself اوكي؟ how to avoid plagiarism زي ما انتم شايفين كده قدامكم. اوكي next to the next slide. طيب هل الاكاديميك رايتنجز ده، هل في ستايل الاكاديميك رايتنجز نفسه؟ يعني المفروض اعمل ايه او اكتب ايه؟ طبعا الاكاديميك رايتنجز في دو ودونت. ذا فيرست وان اكاديميك سلايدز دوز اند دونت، ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش؟ اول حاجه زي ما انا قلت لكم دونت يوز سلانج اور جارجون اور كوليكوليزم. السلانج هي لغه الشارع زي ما احنا قلنا، ما نقولش وانا جانا الكلمات دي. الجارجونز هي مصطلحات خاصه بفئه معينه بأماكن معينة، يعني بتوع طب ليهم كلمات يعرفوها هم، اللي هو مش هقول الابريفيشنز بس حاجات خاصة بيهم، حاجات مصطلحات طبية، مصطلحات للهندسة، مصطلحات لو أنا كتبتها بعمل لها paraphrasing، بعمل paraphrasing ليها وبحطها between brackets وبقول دي معناها إيه. Use formal language، لازم تكون اللغة formal طبعا. Next one don't use shortened verb، الابريفيشن والكونتراكشن ممنوع استخدامها في البحث العلمي، ما ينفعش اكتب they are isn't، ما ينفعش اكتب زي ما انتم شايفين كده زي ما حضراتكم شايف قدامكم، ما ينفعش نكتب، لازم الصيغه بتبقى complete a form of the verb or of the word. يعني هكتب لو كلمه can't دي هكتب can not جنبها، الاختصارات ممنوعه طبعا. next slide don't use common vocabulary such as، اهو هنا يا ديما اهو هو بيتكلم على النقطه دي، الكومبلكس الكومبلكستي جت منين، ما تستخدمليش حاجه زي have got و a lot و nice و the other thing زي ما انتم شايفين كده بيقول لي make more formal vocabulary choices. شايفين هنا هيبقى have found a great deal attractive advantages the other issues problem notion idea topic، كلمات على هذا النظام على هذا السياق يعني. اوكي next one don't use conversational opening phrases such as let's move on or well او as well او as you see. انا مش بخاطب حد، هي اللغه دي مستخدمه في البرزنتيشن، لو انا هقف اعمل برزنتيشن قدام ناس هستخدم الحاجات دي او هستخدم الاوبننج phrases، لكن أنا بقدم بحث علمي أو research paper أو ورقة بحثية أو بقدم كل الحاجات دي، بيقول لي لازم تستخدم appropriate connectors and introductory phrases. أنا بستخدم ال connectors أو ال transitional words الصحيحة،
مش بستخدم حاجات زي as you will see والكلام اللي هو related to slang شوية. Okay, next. Don't write I think, especially not at the beginning of a sentences. هقول لكم جملة برضو اتقالت لي، أنا كنت كاتبة I think مرة كده من زمان قوي، في يعني بعد ما اتخرجت، فالدكتور بيقول لي هو أنت مين عشان أنت I think؟ أنا هجيبها لكم، عارف اللي هو صراحة هو أنت مين؟ وحتى دلوقتي لما بنعمل أبحاث ولو حد كتب I think بنقول له أنت مين عشان تقولي I think؟ يعني ما هو رأيك مش مهم، أنت هتقولي رأيك في الآخر، هو ممنوع استخدام الـ personal pronoun أصلاً، ما ينفعش أقول I. مش هقول I think James believe that، لا هقول على طول leave out I think واكتب James believe that global warming will come. Okay, next one. Don't، اهو جت على طول وراها. Don't use personal pronoun. هو الضمائر دي غير مستخدمه، ما ينفعش اقول I you we. طبعا بيقول لي unless specifically required. Don't write we think that you should be able to compete. المفروض دي نون بيرسونال، ما تستخدمهاش، ودي بتنقص. انتوا عارفين يعني طلبه الجامعه او طلبه ثانويه عامه، ايفن يعني طلبه ثانويه عامه هو بيكتب الباراجراف بتاع ثانويه عامه ده، بنقول له ما تستخدمش الضماير عشان ما تنقصكش. فده اذا كانوا هم بينقصوا احنا مش هننقص. فهنا بيقول نفس الجمله اللي فوق هتبقى it should be possible for everyone to compete. شفتوا بقى هو جاب هنا everyone مكان we think that you should، جاب الجمله هنا بقت more complex شوية غير الجملة اللي فوق. الجملة فوق simple جدا، الجملة تحت بقت مفهومة ضمنية. ف don't use personal pronoun. Next one. Don't use bullet points or lists unless it's a report or a statistics. احنا في البحث العلمي مش بكتب نقط، مش بكتب 1 2 3 4 ولا بكتب لستة يعني، لا احنا بنكتب complete sentence. لو هي احصائيات او هي تقارير it's okay، دي حاجة بتبقى علمية. فيما عدا ذلك it should write a complete sentence and link these into logical paragraph. ملهاش حل تاني طبعا. Avoid making assumption or giving your opinion. نفس اللي انا قلته لكم، ما نعملش افتراضات وما تديش رأي. يعني نفس الجملة، انت مين عشان تدي رأيك؟ Unless specifically asking، لو هو بيسأل على your opinion، السؤال ده موجود في امتحان الايلتس في الاسي رايتنجز. لو طبعا حضراتكم عارفين الايلتس، الآنس بيبقى فيه كذا نوع من الـ essay writings. فيهم نوع بيبقى بيقول له against or with. against or with ده معناه ان هو عايز يقول لك انت مع مين في الفريقين. يبقى السؤال ده you should give your opinion. لو ما قالش كده be objective طبعا، انا لا مع ده ولا مع ده. Okay. avoid waffling or repeating yourself. avoid waffling. waffling ده كارثة في حد ذاته. زي ما احنا قلنا اللي هو بيلغي كتير، الرغي الكتير، بيكرر نفسه. repeated sentences، repeated sentences or repeated words بنسميه يعني redundancy. what is redundancy؟ بالعربي لا توعد، جيب من الاخر. stick to the point، هات الجمله مقل ودل، زي ما بنقول خير الكلام مقل ودل. ما تقليش كتير، ما تكررش، ما تقعدش الباراجراف ده يبقى متكرر النقطه، الباراجراف الاول والثاني والثالث والرابع، لا. بعد ما تكتبها وتروح توديها عشان تعملها بروف ريد او بروف ريد او الدكتور يصححها او حد يصححها لك، هيشطب على كل ده. في الاخر زي بدل ما انت شايف ان انت كاتب ساي 50 ورقه وقربت تخلص، هتلاقيهم 20 ورقه وترجع تاني تفكر. وقتها الدنيا هتبقى صعبه لان انت خلاص بقى بنيت افكار، هترجع تاني للفيرست باراجراف والفاضي هيبقى صعب. يبقى من الاول stick to your point. okay be clear and conscious، ده المفروض يبقى يتعامل من الاول. don't plagiarize، الراجل مصر، ممنوع الاقتباس. تاني avoid plagiarism. provide reference whenever you say something that is not your own. اي حاجه مش بتاعتك اديها reference، اطلع بره المشكله دي واديها ريفرنس، قول ان انا واخدها من المكان الفلاني. طب هل معنى كده ان انا هكتب الرساله كلها وادي ريفرنس؟ يبقى انا مش كاتب حاجه. هو ما ينفعش يبقى في الـ الصفحه الواحده اكتر من 2 أو 3 كوتيشن على فكره. يعني عشان يعني حط الكوتيشن، وبرده دي مثلا ايه حاجه كده حلوه تعلموها، حط الكوتيشن اللي انت خدته
انا زي واخد كوتيشن من عند مثلا سامويل بيكر، ده كاتب كبير مشهور اصلا، واخد الكوتيشن من عنده، حط الكوتيشن وحطه بتوين انفيرتد كوماز وقول ان هو مثلا بيج كذا من صفحه كذا، وحط اسمه والنكست سنتنس ميك ا بارافريز فور ذيس كوتيشن، اعمل له بارافريزنج من يور اون ووردز بكلماتك انت. خدت حاجتين في الموضوع ده، ان انت شرحت له وما بقتش بلاجرزم، وان انت كمان زودت الشابتر بتاعك بدل ما انت مش لاقي كلام اكتبه. ما انا شرحته برضه، ممكن يكون الكوتيشن بتاعه فيه كلمات صعبه انا مش هفهمها، او مش انا اللي مش هفهمها، القارئ اللي هيقرا بعدي مش هيفهمها، فانا هبسطها بطريقه ابسط من كده. Avoid plagiarism، دي حاجة مهمة جدا. طيب next one، don't take for granted that، ودي مهمة جدا. don't take for granted، مفيش حاجة مسلمة اني ال spell check on your computer is accurate. انا بعد ما خلصت كتبت الرسالة وانا برضو هقول لكم على حاجة تانية، يعني as for me انا مش بفضل even حتى في الابحاث بتاعتي ان انا اوديها لحد يكتبها لي، معلش اكتبها انت، هو انا اوديها لحد ينسقها في الاخر ويصححها، بس انت كتبت باراجراف اكتبه على الكمبيوتر انت باراجراف، ان شاء الله تكتبهم باراجراف باراجراف، حتى اللي ما يعرفش يكتب على الكمبيوتر اكتب باراجراف باراجراف وهو يقول له ظبطهم، هو مش عمره ما هيعرف يكتب زيك، وعمره ما هيبقى عارف السبيلنج بتاع الكلمه، هيطلع له السبيلنج تشيكر بتاع الكمبيوتر بتاعه، فهيروح دايس عليها اتس اوكي، هيبقى غلط ومش هتراجع وراه، لان وقتها هتبقى رساله 100 150 صفحه، صعب قوي انك تراجعها كلمه كلمه، مع اني انا راجعتها وكانت 200 وحاجه كلمه كلمه. ف don't take for granted a spelling check on your computer. ال computer check is not accurate. هو مش هيركز على ال spelling mistakes، في كلمات كتيره جدا، بدليل عندي كلمه weather weather اللي قدامكم، weather الاولانيه معناها equals F، و وذر الثانيه معناها طقس، انا مع وانا اقصد ايه؟ طيب ما الكمبيوتر مش عارف انت تقصد ايه، عشان كده قلت لكم لو انتوا فاكرين don't trust any person except yourself، عشان فعلا تبقى باحث شاطر don't trust anyone except yourself، ما حدش هيعرف اللي في دماغ غيرك، ومحدش هيبقى خايف على العمل بتاعك غيرك، ومحدش تعب فيه غيرك للاسف. السبيلنج تشيكر، وهتلاقوا على فكره على البلاجرازم في موقع اللي هو بلاجرازم تشيكر، بلاجرازم تشيكر هيطلع السبيلنج تشيك، السبيلنج تشيكر وهيطلع الجرامر سبيلنج وهيطلع البانكتويشن، يعني على السايت ده على الجوجل هيطلع لكم كل لو في جرامر غلط او في بانكتويشن غلط او في سبيلنج غلط في الكلمه هو بيطلع. تاني حاجة بيقول لي don't pose direct question in the running text، احنا ما بنحطش اسئلة، احنا الاسئلة بتتحط فقط في ال presentation. هكرر تاني، لو انا بعمل presentation قدام حد بالانجلش يستحب، وطبعا ده يعني it's very interesting to pose a question or to give a joke or to give a story or to give something related to your topic. لو انت مش بتدي برزنتيشن، طب انا بكتب رساله، بكتب ريسيرش بيبر، بكتب اكاديميك رايتنجز، ممنوع استخدام الاسئله. انستد يعني بقى شوفوا عندنا المثال بيقول كان كربون emissions بي reduced، ما ينفعش اسال سؤال اصلا كده، ما ينفعش يبقى فيه سؤال ايفن حتى يبقى elements يبقى عنصر من العناصر. طيب convert the question into statement، حول السؤال ده لجمله. السؤال هو تحت بيقول لي the possibility of carbon emissions being reduced is questionable. شفتوا بقى هنا جابها زي ما هي، بيقول لي ان مكان ما يديها يخليك سؤال، خلاها تحت بيقول لي ايه، ان احتماليه ان الكربون ده كذا 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 كذا، هي مساله يعني في محض السؤال او موضع السؤال بمعنى اصح. حول السؤال، مفيش كوتيشن مارك لو انتوا واخدين بالكم، حول السؤال اللي فوق into statement تحت، statement statement whether كانت question it will be statement. okay طيب next one، don't mix words and number unsystematically، يعني
use words for numbers 9 and below and number 4, 10 and above. ما تستخدمش mix word and numbers. ما تحطليش أرقام جنب الحروف جنب الكلمات جنب حتى في ترقيم الصفحات احنا بنرقم الصفحة من تحت يستحسن ترقم الصفحة from the below من أسفل الصفحة وبترقم ترقيم في مشكلة شوية في ترقيم الانترودكشن والابستراكت لا تندرج تحت ترقيم الصفحات سوري مش الانترودكشن الاكنولجمنت في الاول خالص احنا بنكتب شكر للناس اللي ساهمت معانا في البحث ده وبنكتب الابستراكت دول بيندرجوا تحت اللاتن نمبرز الاكنولجمنت والابستراكت بتبقى لاتن نمبرز من اول الانترودكشن بنبدا نعد نقول 1 2 3 4 Between introduction and chapters should be a blanket paper. بيبقى فيه ورقة فاضية ما بتتعدش. الورقة الفاضية دي ما بتتعدش. يعني introduction the last introduction أو آخر صف في introduction وقفت عند 30. في صفحة فاضية وفي مثلا كلمة chapter 2 بعدها أو chapter 1 دول ما بيتعدوش. نقلب اللي بعدها نروح كاتبين مثلا 31. فهو بيقصد هنا don't mix word and numbers. Okay, next one. طيب ايه هي البروبلمز which faced الستودنت today طب نمبر 1 lexical difficulties proper linking words and phrases is actually not that simple for many people ما تفكروش ان انتوا لما بتكتبوا الباراجراف او بتكتبوا الرساله انتوا once ان انتوا بداتوا تكتبوا research paper الدنيا حلوه هنكتب وانس ان انتوا هتمسكوا القلم الدنيا بتبدا تصعب فعلا الباراجراف بيقف لان انت بتكتب مش بتكتب سطر ولا اثنين ولا 10 ولا باراجراف ولا اثنين ولا اربعه انت بتكتب تشابترايزيشن كامل فاربط ازاي بين الباراجراف والتاني proper linking زي ما انا قلت لكم each paragraph should deliver the next one لازم كل باراجراف يبقى فيه one idea والفكره بتسلم فكره اللي وراها خدوا بالكم انتوا ممكن تراجعوا اكتر من مره وتغيروا في اماكن الباراجرافس تاني نقطه مهمه جدا بتقابل الناس ودي اللي بتبين الطالب الكويس من الطالب اللي مش كويس الجرامر والبانكتويشنز students may use wrong words بيستخدم كلمات غلط او confuse preposition والconjunction والmiss auxiliary verbs او simply are not familiar with punctuation rules punctuation مهم جدا امتى استخدم الكما امتى استخدم السيمي كولون امتى استخدم الكلمه دي امتى هل البريبوزيشن ده صحيح هكرر تاني مفيش حد كبير عن العلم ارجعوا لها تاني صدقوني لما نصحح لنفسنا احسن ما نتكسف في مناقشه ونتهزق يعني انتوا عارفين اللي بيحصل في المناقشات كتيره جدا طبعا فبدل ما اكتب حاجه وتطلع غلط لا يعني انا شخصيا يمكن برجع الورقه بتاعتي قبل ما اسلمها للدكتور كنت زمان يمكن 10 مرات يعني لا يكون فيها غلط وبعد ما باخدها منه برجعها تاني طب واي نوت ما انا اتعمل حاجه صح ما تتعملش انا مش هسمح بعد كل التعب ده ان حد يقول لي عندك غلط فالجرامر والبانكتويشنز مهم جدا 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 البلاجرزم طبعا ده مهم جدا بيقول لي بورو باسجز فروم ارتكلز او بوكس اند ايفن ويب سايت وذاوت ايدنتيفاينج ذم اي جمله خدتها من اي مكان اعمل لها سايتيشن بليز اعمل لها سايتيشن قول ان انا واخدها من المكان الفلاني لو مش عارف المكان اللي خدتها منه اكتبها واكتب unknown sources بس هتعمل مشكله هيقول لك انت مش عارف المكان اللي انت جبتها منه المشكله دلوقتي ان هم لما بيطلبوا ال MLA دلوقتي او السايتيشن بتاع ال MLA بيطلب الوقت اللي دخلت فيه على السايت في الانترنت الداتا بيج نفسها هتبقى الساعه كام فده برضو بالتاريخ كمان يعني يقول لي دخلت يوم 20/9/2020 فكل ده بيبقى دوكيومنتد من ورا لو انت مش لاقي انا جبتها منين اعمل لها بارافريز انا بطلعكم من الحل اهو لو انا مش عارف جبتها منين اعمل لها بارافريز بارافريز واكتب ان هي unknown من ورا انا عايزه اقول لكم ان في رسائل كامله بعد ما اتناقشت اتلغت عشان كان الولد جايب الرساله كلها مقتبسه فاتلغت بعد 5 سنين وبيعمل رساله الرساله اتلغت خلاص ما بقاش مسجل واتحرم من التسجيل لمده 3 سنين فالبلاجرزم كارثه لان هم ايفن حتى الدكتور اللي بيجي يناقشك انا الدكتور بتاعي اكيد الدكتور اللي معايا اكيد مش هيطلع نفسه غلطان عشان كده بيعمل اقصى ما عنده الدكتور اللي جاي يناقشني من بره
او المؤسسه اللي انا بقدم لها ريسيرش بيبر دي ما تعرفنيش، فبتدخل جزء من التكست بتاعك على البرامج دي. لو لقيت ان في بلاجرازم مش بيبقى كويس، يا اما الريسيرش بترجع تاني لصاحبها، يا اما طبعا الدكتور اللي بيجي يناقشك طبعا هيحط علينا كلنا يعني انت والمشرف بتاعك، ف مش هنسمح لحد بكده. فلو في any plagiarism try to avoid it على طول. يعني ال editing techniques، لازم اعمل edit بعد ما اخلص. يعني ال edit بيقول لي focus on mechanical issues. زي ايه؟ التكست نفسه، ال sentences length بتاعت الجمله طويله قوي كده. ما هو لو الجمله طويله وما فيهاش any punctuations يبقى انا وقعت في مشكله تانيه اسمها fragment او run on sentence. الجمله بتجري، الجمله بتجري ومفيش حد بيوقفها وكده غلط. يعني لازم اعرف امتى في كما، امتى اقسمها، اقسم الجمله تو مثلا، اربط بينهم بحاجه، اخليهم تو sentences مش only one sentence. فاللي بيعمل لي الكلام ده هو الايديتنج، بشوف السنتنس البانكتويشن والجراماتيكال ميستيكس اللي موجوده عندي. تابس او الخلاصه بمعنى اصح، بيقول لكم take a break, put your essay aside for a day or two before editing. انتوا خلصتوا اول تشابتر مثلا، لو انا بتكلم على رساله خلصت التشابتر، ما ترجعوش بعد ما تخلصوا. خلصت التشابتر الاولاني اركنه على جنب يوم او يومين، وبعد كده ارجع رجعه تاني. طب اراجعه ازاي؟ بيقول لي read out loud، نقراه بصوت عالي، لازم اسمع نفسي. reading in your head aloud your brain to auto correct some errors، اسمع نفسي عشان اصحح بعض الاخطاء اللي موجوده، اقراه بصوت عالي. تاني حاجه use strategy، هنستخدم الرولر or puck، read the paper line by line، مسطره وحط على وحط على الجمله نفسها. ده اللي هنشوفه في البروفريد بكره ان شاء الله، ازاي اعمل editing او ازاي اصحح لنفسي. read the paper line by line، اقرا الجمله سطر سطر، مش بتقراها كده بعينيك. this forces you to see each line and each sentence on its own. انا عايز كل جمله لوحدها. تاني واحده التكنولوجي بقى، spell check and grammarly، شوف السبيلنج والجرامر. وده قلنا عن طريق جوجل، عن طريق برنامج اسمه جرامرلي او برنامج البلاجيريزم تشيك. الفريندز طبعا، انا خلصت بقى كده؟ لا استنى. الفريندز بس تراستد فريندز باي ذا واي، يعني لو مش عندك فريندز خلاص نشيل دي. Somebody to read your piece of writings، انا هخلي حد يقرا اللي انا كتبته. طبعا هو مفيش صديق بيقرا رساله، عشان نكون واضحين مع بعض، يعني هي بتبقى كبيره، بس قول له ايه رايك في الباراجراف ده. حد تاني يقرا، او مش صديق يعني، هو اللي بيعمل الموضوع ده your supervisor by the way. احنا بعد ما نخلص بنوديه للدكتور، هو اللي بيراجعه وبيقرا، بيقول لك في كذا 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 كذا. طيب ال short periods if possible do your editing and proofreading in several short block of time to help concentration. يعني ما تركنش الورقه اللي انت كتبتها شهر وترجع تعمل لها editing او proofreading لان انت نسيت اللي كان مكتوب فيها. حتى لو كان في some ideas in your brain هي ضاعت خلاص. اخر واحد shorter sentence avoid long sentence، مش avoid simple sentence. الجمله لو طويله يعني ما ينفعش الجمله تبقى ثلاث سطور. هو بيقول لي avoid short sentence، بس خلي الجملة يبقى فيها complex، يبقى فيها compound sentences، تبقى الجملة لو هي طويلة شوية it should contain conjunction or linking words. Okay, I have finished. Okay, do you have any question? Hello? أيوة دكتور رشا، I have two questions. أهلا وسهلا. I'm Dr. Waleed, I'm from Iraq. أهلا وسهلا أستاذ وليد، أهلا وسهلا. Okay, I have two questions. Question number one, if you don't mind, that it is a problem that researchers usually face, which is, I want to ask you if there is a simple way that researchers can know which kind of research is suitable for them. For example, we said that there are different types of research, descriptive and the other ones that you have. You finish your question? You get my question? Yes, yes.
This is question number one. Which type of research style? Yes, is it suitable for them? Which kind? This depends mainly on your topic. And you should know the content of your research study. And you can go to the Google and write your research topic. And beside it, you should write what is the type of methodology or what is the method of research on this topic, by the way. Okay, thank you. Okay, that's great. Thanks a lot. I have another question. If, okay. For example, you have got an idea and wrote it in your paper. And after that, you discovered that a scholar has written the same idea in his book. So what you are going to do? Paraphrase this idea and mention. But it is your idea. It is my idea. Who will be the first one to write this idea? Yani I have written, for example, the idea based on observation, based on what I think, and after that I discovered that another writer earlier has written the same idea. So what should I do? Okay, but he is the famous writer, is it right? He is the famous. Yes, he is the writer. It's okay, so it is the writer's idea, by the way, not your idea. I know that this idea is come from your mind. I know, wallahi. But it will be related to the writers because he is the famous and he has the person who has the book. But if you are mentioned, you should mention that you get this idea from your own, but you discover later that another person or another writer talk about this idea. But you should explain why you come to your mind this idea in particular. Okay, thank you. Okay. Thank you, Doctor, very much. Okay, thanks a lot. Thank you for your great presentation. Thank you. Okay, thanks a lot. You are welcome. Thanks. Do you have any question? No question. Thank you. Okay. دكتور رشا صباح الخير. صباح الخير. طبعا انا بشارك الاستاذ فعلا ليكتشر تجنن يعني رائعه. Thanks a lot. انا عندي سؤال لو انا طالب هلتحق بالماجستير مثلا السنه الجايه هل عليا اني او المفروض اني احسن اسلوب الكتابه الاكاديميه بتاعتي من دلوقتي قبل ما التحق بدراسه الماجستير ولا استنى امبروف ات وانا بدرس؟ طيب إيه تخصصك ايه؟ ترجمه إيه لا هو هتيجي بالممارسه هي ممكن اللي يحسن طريقه الكتابه الاكاديميه بتاعته لان انت مش هتقدري تحسنيها دلوقتي على فكره. اللي يدخل في الموضوع ده غير طلبة غيرنا احنا يعني غير دارسي اللغة الإنجليزية هو هيكتب بالإنجلش بس أنا هقول لك أنت حسني الطريقة بتاعتك عن طريق الستراكشر نفسها الجرامر نفسه ابقي كلميني أو هم خلوهم يكلموني يعني أبعت لكم كتاب اسمه بيتي أزار ده أهم كتاب جرامر لدارسي الترجمة ولدارسي اللغة الإنجليزية عامة اعرفي ازاي تكتبي complete و compound sentence الكومبوننت للاكاديميك رايتنجز هتيجي بالتدريب لو انت هتلتحقي بحاجه خاصه بالترجمه هتيجي بالتدريب مهارات البحث العلمي هتيجي بالتدريب انك تكتبي رساله هتيجي بالتدريب بس اعرفي الاول ازاي تكتبي اختيارك للكلمات اختيارك للجمل خلي الجمل بتاعتك تبقى مميزه عن اي حد على فكره في رسائل كتيره جدا عارفه بييجوا انتوا طبعا عارفين احنا كرسائل سواء بره او جوه مصر احنا بنتهزق في الرساله ده طبيعي بس في رسائل بيرفع لها القبعه يعني عارف بيقول لك ما فيهاش غلطه ده رساله ما فيهاش غلطه ده جه منين؟ ده جه ان الطالب نفسه عارف يختار كلمات معينه عارف يصيغها بطريقه معينه دلوقتي لو حسنتيها مش هتقدري تحسني حاجه ريليتد تو يور توبيك لان انت ما اخترتيش التوبيك صح؟ ايوه ما اخترتيش لسه التوبيك يبقى هتعملي ايه؟ You should improve your writing style, your grammar style. تفهمي بس الجرامر و how to write and essay in general. يعني how to gather information, how to extend information.
طبعا في كتب رهيبه عن موضوع الباراجراف كتيره هتساعدك كتير جدا. طبعا لو احتجتي حاجه انت او غيرك كلموني، يعني برضه اسالوهم هم هتوصلوا لي ازاي وانا بحضر لكم اي حاجه. طبعا معلش يا دكتور، ممكن اسم الكتاب تاني؟ سيتي ازار. سيتي ازار. بيتي 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 بي فور بوك اوكي سي تي واي A Z Z A R. اوكي تمام تمام شكرا يا دكتور. سؤال تاني دكتور، ممكن هل حضرتك ممكن تريكومند ويب سايت نعمل بيه بارافريزنج؟ عندنا سايت اسمه بارافريز تول، بارافريزنج تول، وعندنا كمان اسمه كويل توت. كويل توت كيو يو اي ال ال و بوت بي خفيفة أو بي فور بوت أو تي. أوكي شكرا يا دكتور. طيب ثانكس ا لوت، وأنا مبسوطة إني كنت معاكم وإن شاء الله أشوفكم بكرة إن شاء الله. جود باي.